بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها صدق الله العلي العظيم هذه الايه من سوره ال عمران المباركه آية رقم 103. <applause> نعمة التآلف والقضاء على العدوان الاجتماعي، العداوات الاجتماعية، نعمة كبرى ويذكر الله يذكرها الله تعالى مكررا في كتابه العزيز. وهنا في هذه الآية المباركة يذكرها مرتين. واذكروا نعمة الله فاصبحتم بنعمتي اخوانا ان مستوى العلاقات الاجتماعيه في اي مجتمع العلاقات لو كانت علاقات رصينه وعلاقات وديه وتالف واخوه معنى ذلك ان هذا المجتمع يتقدم وينطلق الى الامام اما المجتمع الذي تعمه العداوات والبغضاء والقطيعة هذا مجتمع يكون مجتمعا شقيا ويسير إلى الوراء للأسف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في مجتمعا تعمه البغضاء والحروب والأزمات فتمكن أن يؤلف ذلك المجتمع ويصبح منه يصبح يصنع منه مجتمعا متآخيا مجتمع المحبة والمودة من نماذج من نماذج تآلف برنامج المؤاخاة في المدينة المنورة حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم واحدا من المسلمين يعتبر أخا له يقف معه في في الشدائد وفي مختلف مراحل الحياة وكل أمة تريد أن تنهض بواقعها يلزم أن تنظر إلى الجانب الاجتماعي. يعني المجتمع إذا كان متمزق الأمم لا تستطيع النهوض. أما المجتمع إذا كان متحداً ومتالفاً ومتحابباً فإنه يتمكن من تحقيق النهضة الكبرى في واقعه. وحينما في بعض البلاد الأجنبية الأوروبية حينما بدأوا بنهضتهم من من الأمور الأساسية التي أسسوها وثيقة حقوق الإنسان التي, التي صوبوها في عام 1789 ميلادية يعني قبل قرنين ونصف من الزمان تقريبا لكي يصنعوا مجتمعا متآلفا مجتمعا متراصا هذه وثيقة حقوق الإنسان التي أسسها هؤلاء لكن الإسلام ومنذ أكثر من أربعة عشر قرن جاء بنظام نظام التآخي في المجتمع ووثيقة حقوق الإنسان في رسالة حقوق الإمام زي العابدين عليه السلام خمسون حق وتلك وثيقة قبل وثيقة حقوق الإنسان الحالية وفي نفس الوقت أكثر وأوسع وأشمل من الوثيقة الحالية العلاقات الاجتماعية إذا أصيبت بالضعف المجتمع يضعف طبيعيا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يألف ويؤلف يعني الإنسان المؤمن الآخرين يحبوا يقتربون منه يتآلفون معه وهو مرن هو إنسان سمح يتآلف مع الآخرين يحبهم ويتعاون معهم ويقول الرسول أيضا في تتمة الحديث ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس في الايه الكريمه التي افتتحنا بها الحديث حول الله تعالى يذكر المؤمنين بانه بنعمته عليهم اذ كانوا اعداء فالف بين قلوبهم العداوه نار تحرق المجتمع وهي يعني من أهم أسباب تخلف المجتمعات وهناك أضرار كبرى ضرر مادي بين جهتين متعاديتين وخط العداء بين طرفين يؤدي إن لم يكن لم يؤدي إلى حرب ساخنة وإراقة دماء يؤدي إلى حرب باردة يعني هذه الجهة تحاول أن تنتصر على ديش بأساليبها ومكرها وكلامها ومختلف الـ أساليب السلمية إذا صح التعبير وهي ليست بسلمية لأن فيها اعتداء على الآخرين وتلك الجهة تحارب هذه الجهة أيضا بالحرب الباردة بالكلام وبالأحيانا ارتكاب محرمات تلفيق الأكاذيب والتهم وهذا العداء يؤدي إلى تخلف المجتمع وهناك مشكلة كبرى يعني ضرر كبير آخر في العداوات الضرر النفسي يعني الانسان الذي يعيش وهو معادي لجهه معينه او لشخص معين يعيش حاله حاله تازم وحاله حاله ايذاء نفسي يؤذي نفسه بنفسه لانه العداوه نار تحرقه ويفكر ويخطط ضد خصمه فهذه العداوه هي التي حرمها الاسلام من الناحيه الاخلاقيه والحكميه العداء للاخرين يعتبر حراما. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اقربكم مني غدا غدا يوم القيامه، احسنكم خلقا واقربكم من الناس، يعني القريب من اعضاء المجتمع، القريب من الاخرين، لا البعيد عنهم المتعادي معهم. وقال صلى الله عليه واله وسلم: راس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس. يعني المحبه الاجتماعيه، التودد، يعني اظهار الموده للاخرين. وتجعل الانسان مطمئن النفس ومرتاحا حينما يظهر المحبه للاخرين يحترمهم ويحترمونه. اما لو تحولت العلاقه الى العكس يعني حاله حاله الخصومه والعداء فانها حاله شاذه مخالفه لفطره البشر وتصادم المنطقه والعقل. ليس هناك عاقل يرتضي لنفسه ان 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 يكون له اعداء. والنصوص الشريفه تحذر كثيرا من من العداوه مع الاخرين، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما كان جبرائيل ياتيني الا قال يا محمد صلى الله عليه واله اتقي شحناء الرجال وعداوتهم. يعني ما ينزل جبرائيل على رسول الله إلا ويصيه بالتآلف ومجانبة العداء للآخرين وقال صلى الله عليه وآله أيضا ألا أن, ألا أن في التباغض الحالقة الحالقة جهاز الحلق مكينة الحلاقة هي هي الحالقة يقول الرسول التباغض حالقة لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين يعني التباغض والعداء الاجتماعي مع الآخرين يعتبر كجهاز الحلق الذي يحلق الشعر هذا الجهاز يحلق الدين يعني يقطع دين الانسان يستاصله من جذوره وقال صلى الله عليه واله لم يزل جبرائيل ينهاني عن ملاحاة الرجال يعني البغضاء والعداء كما ينهاني عن شرب الخمر وعباده الاوثان يعني وضع رسول الله العداوه للاخرين الى جانب شرب الخمر ولا جانب عبادة الأوثان وعبادة الأوثان وشرب الخمر يجعل المجتمع خرافيا متخلفا مليئا بالمشاكل هذه الأحاديث مذكورة في كتاب وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر الحديث رقم 16196 وما قبله وما بعده ويقول أيضا ألا أنبئكم بشر الناس أسوأ الناس في المجتمع من؟ قالوا بلى يا رسول الله من شر الناس؟ فقال: من ابغض الناس وابغضوه الذي يبغض الناس ويثير العداء مع الناس والناس يبغضونها ايضا وقال الامام الصادق سلام الله عليه العداوه القليل منها كثير لان العداوه كالنار القليل منها يشعل الضغائن ويشعل المآسي في المجتمع وقال امير المؤمنين سلام الله عليه راس الجهل معاداه الناس الحديث مذكور في كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي. هذا المجتمع العداوات تصنع الازمات وتصنع القلق النفسي وتصنع مشكلات كثيره في الواقع ونحن نرى في مجتمعاتنا كثير من الانفصال بين الشرائح والعداوات تلتهب وتحرق وتجعل مجتمعه ضعيفا. ونرى للاسف مما يدعو الى الاسف الشديد ان هناك جهات محسوبه على الدين تثير العداء ضد علماء كبار وتنشر وسائل في وسائل الاعلام تنشر مختلف التهم، تكيل التهم وتصنع الاكاذيب لان في العداوات تتمهد الارضيه لارتكاب محرمات اخرى كالغيبه والكذب وامثال ذلك وهذا مما يؤسف كثيرا نرجو من الله تعالى ان يبعدنا ويبعد الامه الاسلاميه كلها عن عن العداوه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.